السلام، ان شاء الله تكونوا بيان، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ما شاء الله رانا في اوقاس، جينا لهاد البلاصه اللي حلت جديده واسمها بيلفو كاب اوقاس. هلا لحقنا قارينا لا فواطور، خلصنا 10000 ورانا داخلين نديكوبريوها اونصومبل. مازال ما حلوهاش كاع. كما هادو راهم كاع يتكفر غير مبينين. عندي واحد لافيو بزاف شابه، تبان لكم كاع ديك الاوقاس هنايا لي بلاش تاعها هايله هايله بزاف، سورتو كي تكون هكذا ضليله. هذا واحد ريستوران على حسب هيك كاين دي جي بلاصه تاع دي جي. مازال ما بداوش هنايا، مازال حل باينة بلي يديرو فيها دي سواغي في الليل. فوالا مي زامي، الوغ جينا قعدنا هنايا وانا كوموندي هاد لا بواط تاع لا كريم هكذايا ب 10000، وهذايا جو بريسي في كوكتيل فوالا ب 35000. واش كاين ثاني لي بيتزا لي ساندويتش لي لا كريم تونا وخدو خرجيلاتو
كاين لاتاي كاين صديقو نتوما واش تحبوا تاكلوا هنايا ولي بيان فوالا في بواسون كاع كاين اي فوالا هذه هي كاب اوقاس ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تزولوا هذه البلاصه هذه بيسك بالله غير كي تجوا لهنا تريحوا فيها كلش وسورتو لا فيو تاعها مانيفيك فوالا وكيما قلت لكم يعني راهي جديده فمازال ما حلوش كاع ديك هذوما هذا وين بداو يستعليو الوغ وين عجبكم الفيديو بيان سور ما تنساوش ديروا لنا لايك وكومونتير شويه تشجيع من عندكم باش ان شاء الله نزيدو لكم نزيدو نحطو دي فيديو شابين واش نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في لي فيديو الجايين دمتم اوفياء وما تنساوش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سلام